السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بمتابعينا من كل مكان في فيديو جديد من قناة يوميات أسرة مصرية. فيديو النهاردة إن شاء الله عن منتجات أنا اشتريتها واستخدمتها ورأيي فيها بكل صراحة. أول منتج معايا ده بديل الزيت أرغان أو أرجان، هو اسمه إحنا بنقول عليه أرجان بس يمكن هما بينطقوا الجيم غين في السعودية، فمكتوب عليه أرغان زي ما انتوا شايفين ده معايا. طبعا العلبة بتاعته اترمت من زمان لأن هي باقي فيها شوية صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. ده بديل الزيت بس ده من السعودية، كانت واحدة يعني بنت عمي جربته ولقيته جميل جدا وأنا استخدمته. قوامه أهو زي ما انتوا شايفين، نضغط عليه كده، بصوا القوام بتاعه ملمسه يعني تقيل، بتحطيه على الشعر بيبقى ناعم جدا جميل، وريحته روعه بصراحه، بخلي الريحه والملمس ناعم جدا ماشي. بس بعد لما بينشف الشعر خلاص يعني بتحطيه مثلا الصبح بعد العصر بيبقى خلاص ملوش الريحه بتاعته راحت وملمسه راح، فهو العيب فيه كده بس ان هو يعني بعد مثلا 5 6 ساعات من لما بتحطيه الملمس والريحه بتاعته بتروح، انما اول ما بتحطيه الملمس بتاعه ناعم جدا، بخلي شعرك ناعم جدا، وكمان ريحته يعني مش عايزه اقول لكم ريحته جميله جدا، خلي ريحه الشعر حلو قوي. لكن الازازه بتاعته زي ما انتم شايفين صغيره وكمان تعتبر غاليه، يعني ده كان ب35 ريال، يعني في حدود 105 110 جنيه، ده كمان دلوقتي الجنيه بقى الريال بقى ب3.5 كمان، فهو يعتبر في حد ذاته يعني غالي، فانا عشان كده ما بستخدموش قوي يعني الا من حين للتاني، بحط منه البنت وليا وباقي فيها هو شويه زي ما انا قلت لكم. بس هو جميل جدا، هو بس عيب ان هو مثلا يعتبر غالي لان الزجاجه زي ما انتم شايفين كده حجمها صغير وبتخلص على طول، يعني ده انا ما بحطش كمان في فروه الراس وبدلك بيه كتير، ده حاجه سطحيه. خلاص ده المنتج الاولاني، لكن هو جميل جدا وريحته والملمس زي ما انا قلت لكم الملمس والريحه بتاعته جميله جدا جدا اهو زي ما انتم شايفين كده، ده شكله اسمه ارجان او ارغان، ده بديل الزيت. تاني منتج معايا انا استخدمته مزيل العرق بالاعشاب ريحانه، اسمها ريحانه، ده شكل العلبه من بره، هفتحها معاكم اهي، دي العلبه من جوه كده، فيها العلبة دي الصغيرة بتبقى عبارة عن بودرة بريحة الأعشاب، ريحتها جميلة جدا، بتستخدمها كمزيل العرق تحت البطين أو للجسم بعد ما بتاخدي يعني الشاور بتاعك وتدينيه بيبقى ريحته حلوة، لكن هو يعني جايباه مخصوص للرجل، يعني بتحطيه للشوز مثلا لأولادك في الشوز بتاعهم أو أي حد هيلبس شوز ما بيخليش فيه ريحة وحشة، او بتحطيه كمان بين صوابع الرجل، يعني جابه مخصوص عشان يعني بصوا هو ملمسه كده، هو بودر كده، بتاخدي كده وتحطيه بين صوابع رجلك، لو بين الصوابع فيهم التهابات او فيهم بتبقى زي فطريات او حاجه بيضه دي طبعا الحمد لله يعني بتبقى كويسه، يعني اصلا جبته بناء على كانت حماتي رجلها فيها زي تسلخات او حاجات بتبقى بين صوابعها فمش عارفه بتوجعها يعني بتبقى وجع، فجبتها بتستخدمها، فانا عجبتني من هنا وجبتها، بتحطيها في بين الصوابع لما الشراب لما الاولاد هيجوا يلبسوا الشراب او الشوز، وفي الشوز بتخليش فيه اي ريحه وحشه، وبتستخدمي كمان تحت الابط كمزيل عرق. العلبه دي مش غاليه خالص، ب5 جنيه بس، بتجيبها من عند اي عطار، انا جايبها من عند العطار او في الصيدليات كمان بتبقى موجوده. ده تاني منتج. تالت منتج معايا اللي هو ايفرازين، ده طبعا لحشرة القمل اللي بتبقى في الراس، لو عندك مثلا بنتك او اي حد فيه حشرة القمل ده جميل جدا حلو قوي، يعني كنت جايباه لبنوتي في الصيف، طبعا عارفين انه بيبقى من العرق والحر فالشعر ممكن بيجي فيه حشرة اللي هي القمل، ده حلو جدا، او ممكن كمان انا مش عارفه هما بيقولوا ساعات القمل دي بيجي من ميه ساقعه، يعني هي بيستحموا كتير في الصيف في اليوم مرتين ثلاثه او من الحر، فمش عارف، في ناس بتقولك ان الحشره دي ان حشره القمل دي بتيجي من الحموم بالميه الساقعه، يعني الشعر ما بيتغسل بميه ساقعه ممكن يأمل كتير يعني، وفي بيقولوا طبعا من الحر والعرق بيعمل الحشره دي، فانا مش عارفه بالظبط ايه اللي فبتجيبيه، حلو جدا من مره واحده ما عادش فيه اي حاجه، يعني جبته واستخدمته مره واحده ولسه هو مليان زي ما هو، فاستخدمته للي حابب مثلا يبقى يستخدمه. افرازين زي ما انتم شايفين كده ده اسمه، بتحطيه مره واحده وبعد كده بيتغسل الشعر بفضل الله ما بيبقاش فيه اي حشر في الراس، وده كان سعره 10 جنيه. رابع منتج معايا اللي هو بودي شيب جيل،
ده جل موضعي للتخسيس، ده الازازه بتاعته. طبعا مكتوب ان هي مكوناته طبيعيه وبتعمل التخلص من الدهون الزائده وبتساعد على انقاص الوزن، بالاضافه ان هي امنه الاستعمال وليس لها اي اثار جانبيه. يعني اي موضع انت حابه تخسسيه، هو زي ما انتم شايفين كده جل، انا هوريه لكم اهو ده شكله، وبقى جل يعني موضعي، بتحطيه على اي مكان انت عايزه تخسسيه. بس طبعا رأيي فيه بكل صراحة، انتوا عارفين يعني ما بيعملش اي حاجة، حاجات التخسيس دي كلها لازم طبعا في رجيم، يعني تهتمي بالغذاء الاول وتمارين وحاجات دي، مش ممكن يعني انت تحطي جل زي كده يقوم مخسس لك اي منطقة. ده رأيي بكل صراحة يعني في المنتج ده، ما بيعملش حاجة. اخر منتج معايا طبعا كان عندي وقلت لازم اقول عليه، اللي هو موروال لتنظيف الموبيليا والباركيه. المنتج ده اوعوا حد يستخدمه، انا جبته بالصدفه ما كنتش بستخدمه، يعني اول مره كنت اجيبه بصراحه استخدمته، ريحته نفاذه وبتتعب الصدر جدا، عامله زي شفتوا عامله زي البيروسول، عارفين البيروسول بتاع رش الحشرات والناموس، ريحته نفاذه وبتتعب الصدر جدا. فانا حابه يعني انا ولعت الازازه الثمانيه بس مش عايزه ارش، وببقى زي رغوته بيضه كده اهو، بيعمل رغوه بيضه كده وينضف، بس ريحته نفاذه جدا وبتتعب الصدر، فاحذر يعني محدش يجيبه. ده كان سعره 10 جنيه، ده كان يعني منتج عندي فحبيت اقول عليه مع الحاجات دي، هو ملوش يعني صلة بالحاجات دي، ملوش صلة بالمنتجات دي، بس قلت برضو انوه عنه عشان لو في اي حد عايز هيجيبه او كده. يا رب اكون افدتكم، دي حاجات بسيطة عندي استخدمتها عشان لو حد يستفاد، لو في حد هيجيب مثلا الحاجة دي او هيستخدمها، فقلت رأيي فيها بكل صراحة، الحاجة الحلوة والحاجة اللي مش كويسة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، متنسوناش في اللايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعاع الامل وفي رحلتي لعمري الف اعتبار يدلك قبل بلوغ الاجل، يطول الطريق ويمضي الصديق ولا شيء يبقى كحسن العمل.